لوس أنجلوس توفيق طعمة، الكاتب والباحث السياسي. سيد توفيق، أهلا بك معنا على شاشة الغد. ما الموقف الأمريكي الأخير من التصعيد الإسرائيلي، ليس فقط في القطاع وإنما حتى في الضفة الآن؟ تحياتي لك سيد نبيل، وتحية للمشاهدين الكرام. الموقف الأمريكي موقف واضح ولم يتغير منذ اليوم الأول من العدوان على قطاع غزة، خاصة بعد 7 أكتوبر، وحتى الآن يعني الموقف الأمريكي ما زال متماهي، يتبنى الأجندة الإسرائيلية، يتبنى بشكل يعني صحيح ما يتحدث فيه في الإعلام يختلف عما يتحدث فيه خلف الأبواب المغلقة. الولايات المتحدة داعم رئيسي، داعم للاحتلال، نظرا للعلاقة الاستراتيجية التي يعني نظر العلاقة الاستراتيجية بين الدولتين، وأيضا بسبب وخاصة في الوقت الحاضر ودعمها لإسرائيل في العدوان على غزة والعدوان أيضا على الضفة الغربية. أيضا لا تستطيع الضغط على إسرائيل بسبب لأسباب داخلية أمريكية تتعلق بالانتخابات الأمريكية، وبالتالي كل ما بنسمعه من إدارة بايدن خاصة من كاميلا هاريس في حملتها الانتخابية اليوم، تحدثت وكانت واضحة وقالت أنه لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، واستوى الولايات المتحدة لن تتوقف في بيع الأسلحة لدولة لإسرائيل، وبالتالي يعني السياسي واضحة جدا، يعني ما في لا لبسة في الموقف الأمريكي. يعني حتى الآن ما زال يتبنى الرؤية الإسرائيلية، حتى المقترح أستاذ نبيل، المقترح الأمريكي لإنهاء العدوان على قطاع غزة وإبرام صفقة التبادل مع حركة حماس ومع المقاومة الفلسطينية، كان هناك مقترح وافقت عليه حركة حماس في 2 تموز، وأيضا وافق عليه الولايات المتحدة، كان هو مقترح بايدن، وهناك قرار مجلس أمن في هذا المقترح الذي انقلب على المقترح نتنياهو كعادته، لأنه لا يريد إبرام صفقة التبادل، لا يريد وقف العدوان لقطاع غزة، لأنه في اليوم التالي إسرائيل ونتنياهو له حسابات شخصية، حسابات سياسية قد تؤدي فيه إلى السجن. فيما يتعلق بموقف كاميلا هاريس المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية، كيف تفهمها؟ أنت أشرت إلى تصريحات لها، ربما تشير إلى تصريحاتها مع CNN، المقابلة التي أجرتها مع قناة CNN وبثت الجمعة. يعني هي تقول بأنه يجب وقف الحرب في غزة وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. من جهة أخرى تقول يعني بأنها تجدد الدعم لإسرائيل، يعني وكأنها تقول الشيء وتحاول أن توازن وتقول شيء آخر. بمعنى هي قالت أيضا لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن كيف تفعل ذلك هو أمر مهم أيضا. تحدثت أيضا عن قتل الكثير من الفلسطينيين الأبرياء ويجب التوصل إلى اتفاق. يعني كيف تفهم هذا الموقف من كاميلا هاريس؟ يعني هذه تناقضات، يعني الموقف الأمريكي دائما متناقض، يحاول أن يوهم المشاهد ويحاول أن يوهم الناخب الأمريكي، أو يحاول أن يوهم أيضا أطراف خارجية ودولية أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لوقف الحرب على قطاع غزة، تسعى من خلال حديثها يجب وقف إطلاق النار. إذا كانت عادي يعني وتتحدثت إنها هي والرئيس بايدن يعملون 24 ساعة على هذا الملف، لكن هذا الملف صار له أكثر من 7-8 شهور حتى الآن، وما زالت المفاوضات تدور في دائرة مغلقة. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاجزة عن فعل أي شيء للشعب الفلسطيني، وكل ما بنسمعه سواء على لسان كاميلا هاريس أو حتى على لسان وزير الخارجية بلينكن أو أي مسؤول أمريكي آخر، كلهم جميعهم يتحدثون بنفس اللغة، اللغة هي الدعم الإسرائيلي اللامحدود. تحدثوا أنه يريدون وقف إطلاق النار، شيء جيد، الجميع يريد وقف إطلاق النار، هناك مقترح، هناك قرار مجلس أمن في هذا المقترح، فتتفضل كاميلا هاريس وتضغط على إسرائيل وعلى نتنياهو للقبول بهذا المقترح، بهذا قرار مجلس أممي، وقرارات مجلس الأمن هي ملزمة لجميع الأطراف، لكن نتنياهو يعني يفلت من العقاب. لماذا يفلت من العقاب؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه في الإفلات من العقاب، وفي نفس الوقت تقول تريد وقفا لإطلاق النار. لكن هل تعتقد بأن كاميلا هاريس لو مكنت
من الرئاسة وامتلكت صلاحيات أكبر على اعتبار بأنها الآن هي نائبة رئيس في النهاية، هل يمكن أن تأخذ موقفا أكثر حزما؟ هنا نشير إلى اجتماعها في زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، وعندما خرجت في كلمة أمام الصحافة قالت أشياء أزعجت بنيامين نتنياهو. هذه السيدة هل يمكن أن تأخذ موقفا أكثر حزما إذا ما كانت رئيسة ولديها صلاحيات أكبر؟ ممكن أن تأخذ موقف شكلي، لكن أن تكون هناك مواقف استراتيجية، مواقف تتعلق بالعلاقة الإسرائيلية الأمريكية، لا، بتقديري هذا لن يحدث. العلاقة الأمريكية لا يعني العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة استراتيجية يعني مستمرة، تبقى كما هي بغض النظر من كان في البيت الأبيض، كان جمهوري أو ديمقراطي. فكل ما بنسمعه، يعني إذا تذكر أخي الأستاذ نبيل، في عندما فاز في الانتخابات باراك أوباما استبشرنا خيرا وتحدث أريد دولة فلسطينية، أريد حق الشعب الفلسطيني، وكنا الجميع استبشر خيرا. عندما جاء إلى القاهرة وألقى الخطاب في جامعة القاهرة في ذاك الوقت استبشرنا خيرا، لكن بعد فترة من الزمن الرئيس أوباما تغير ولم يحدث أي شيء، بل بالعكس أن إسرائيل تعتقد بأن كاميلا هاريس لن تكون أفضل من أوباما؟ بالتأكيد لن تكون أفضل من أوباما. هاي سياسة أمريكا، السياسي الآن بيبيعون حكي، يبيعوا الناخب الأمريكي أنهم يريدون يوقف إطلاق النار، تريد أن تسترضي، تريد أن تحتوي الغضب العربي والإسلامي في أمريكا، تريد أن تستوعب أو تحتوي أيضا الغضب الشعبي الذي يطالب الإدارة الأمريكية بوقف إطلاق النار، بوقف بيع السلاح لإسرائيل. هذه المطالب الجمهور الأمريكي بعشرات الألاف ومئات الألاف التي تخرج، هذه الحشودات والجامعات الأمريكية اللي انتفضت ضد سياسة بايدن وضد سياسة الأمريكية لاتجاه إسرائيل، كل هذه الأصوات يعني حتى الآن لم تصل لدرجة أو لمرحلة أنه تكون ضاغطة على إدارة بايدن لفرض عقوبات أو على الأقل وقف بيع السلاح أو اتخاذ موقف جاد لوقف العدوان على قطاع غزة. وبالتالي السياسة لا تتغير.